على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على عندنا الفيلينج بتاع نورمال لانج يونت، لو بتكلم ان انا بعمل فيلينج لبيسكلي عندي هنا الفيولوس كان شكلها كده، عايز انفخها تبقى شكلها بالشكل ده كده باستعمال هواء من خارج الجسم. فبنلاقي ان الكيرف بتاع شكله كده بيطلع ببطء شويه، بس في الاخر بيملى الالفيولوس دي بحجم كبير. لو حصل ان عندي لو كومبلاينس يونت، لو كومبلاينس معناها ممكن اتخيل ان البالون دوت ما هواش معمول من ماده رقيقه تقدر تغير الفوليوم بتاعها او تزيد في الفوليوم بشكل سريع، لا بتبقى معموله من ثيكر ممبرين، فبالتالي بننفخ فيها ببريشر معين بنوصل فيها لان احنا هتتنفخ بسرعه اولا، بس في الاخر بتتنفخ لحجم اقل، يعني الفوليوم الماكسيمم بتاعها بيبقى اقل بكتير من الفوليوم اللي انا باخده من النورمال لانج يونت. فلما بيكون عندي لو كومبلاينس معناها ان انا بيسكلي باخد فوليوم اقل من الفوليوم الطبيعي اللي باخده من النورمال لانج يونت. طبعا بتكلم على المثال زي كده، لو انا بتكلم على كاباسيتنس بالشكل ده كده، لو انا بتكلم على دايره بتاعتي بالشكل ده كده لما بحطها في الاي البوزيشن للسويتش يبقى في بوزيشن اي، يبقى انا بتكلم على الانسبيريشن، بعمل موديل للانسبيريشن، بحطها في البوزيشن بي يبقى موديل للاكسبيريشن. فعمليه الانسبيريشن هي عباره عن اكني بعمل تشارجنج لكاباستور من خلال دايره زي كده. الكاباسيتنس اللي هنا لو كانت صغيره اللي هيحصل انها التايم كونستانت هيكون صغير جدا، فمعنى كده انها تتملي بسرعه، يعني بمعنى عمليه التشارجنج هتطلع بسرعه وتنتهي بسرعه، بس المشكله ان الفولتج اللي هنا ده او كميه التشارج اللي موجوده هنا في الكاباستور هتكون اقل من لو كان الكاباستور القيمه بتاعته اكبر. يعني هنا بنتكلم اكن ده كاباستور اكبر وهنا كاباستور اقل، فهنا بياخد وقت اطول عشان يعمل تشارجنج او يملى الكاباستنس او يملى اللانج يونت، هنا بياخد وقت اقل بس هنا كميه الهواء اقل من هنا. طبعا احنا محتاج طبعا كميه الهواء تكون اكبر ما فيش شك. الحاله الثالثه بالنسبه للريزيستنس، ممكن يبقى عندنا الجزء اللي بيوصل للالفيولاي اللي هي الاير ويز نفسها اللي هي الانابيب اللي هي الشعيبات الهوائيه اللي هي بتوصل في الاخر للالفيولاي اللي هي التشعبات بتاعه الانابيب اللي داخل اللانجز، لو هي ثيكر او هي اضيق اللي بيحصل انها الريزيستنس بتاعتها بتبقى ازيد، زي ما بنتكلم على ان لو في عندنا كونستريكشن في انبوب مثلا ولا حاجه بيدينا ريزيستنس اكتر في فلو سيركت. فبالتالي نتيجه لكده بيحصل ان انا هنا نفس الحاجه اللي كانت بتحصل هنا بالظبط، بيبقى لما بزود هنا الريزيستنس هنا بقت اكبر، بيبقى التايم كونستانت بتاعي اكبر، فبالتالي باخد وقت اطول على بال ما املى الالفيولاي. فبالتالي دي حاجه برضو مش كويس، يعني لما يكون عندي لو كومبلاينس بيبقى حاجه فيها مشكله، ولما يكون عندي انكريزد ريزيستنس بيبقى فيها مشكله. طبعا لو احنا بنمثل عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن بدايره فيها ار سي، يبقى الار دي هي عباره عن الريزيستنس بتاعت الاير ويز، والسي دي هي الكومبلاينس بتاعت اللانج يونتس. كل ما كان الريزيستنس اصغر وكل ما كان الكاباسيتنس اكبر كل ما كان ده هيلثير. بقى البيشنت دلوقتي يقدر ياخد كميه هواء كبيره ببريشر قليل، وفي نفس الوقت مفيش اعاقه لعمليه التنفس، فبالتالي بيحصل بشكل افكتيف، بيحصل بشكل يعني الوقت بتاعه بيبقى محدود، يعني بقدر اخد املى اللانس وقت يكون قليل. لما بيكون في عندي مشكله ان واحده من دول لو دي اكبر او دي اقل بيعمل مشكله ان بيخلص بسرعه، ممكن يخلص بسرعه لو الكاباسيتنس اقل، بس المشكله بياخد كميه هواء اقل. بالنسبه للريزيستنس لو اكبر في نفس الوقت بيملى كميه هواء في الالفيولاي اقل من لو كان الريزيستنس اقل. عمليه الاكسبيريشن بيسكلي هي عمليه باسيف، يعني زي ما يكون عندي دلوقتي بعد ما انا شحنت الكاباستور ده خلاص انا دلوقتي قفلت السيركت في البي، خليت السيركت مقفوله بين النقطه دي وبي، فبالتالي بقى دلوقتي الهواء اللي موجود هنا دلوقتي بيعمل فلو في الابر اير ويز عشان يطلع بره الجسم. وبالتالي بنتكلم على في الحاله دي طبعا بنتكلم على نفس الحاجه اللي بتحصل هنا بتحصل بالعكس هنا، انا هنا بس بفضي الكاباستور بمعنى ان انا الهواء اللي انا اخدته قبل كده في الانسبيريشن بيطلع من خلال الابر اير ويز في عمليه الاكسبيريشن. الحقيقه الموديل الالكتريكال اللي بالشكل ده كده ممكن يوضح لان في فرق بين الابر اير ويز وفي فرق بين اللانجز، يعني اللانجز نفسها اللي هي الالفيولاي نفسها اللي هي بيبقى فيها الهواء هي اللي بتعمل الاكسشينج.
فمهم جدا عشان نعرف سبب مشكله معينه في عمليه التنفس، لازم نعرف اذا كان المشكله دي ناتجه عن طريق الابر اير ويز او الاير واي ريزيستنس عموما، او عن طريق مشكله داخل الالفيولاي نفسها.